نظم مكتب النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بولاية غالما برئاسة السيد طولقي يوما دراسيا حول موضوع تسيير المؤثرات العقلية في الصيدليات وتطوره التنظيمي في فندق بوشهرين. شارك في هذا الحدث السلطات المحلية، لا سيما ممثلي مديرية الصحة، صناديق الضمان الاجتماعي للعملاء الأجراء والغير الأجراء، الأجهزة الأمنية، شرطة ودرك، الصيادلة الخواص من ولاية غالما والولايات المجاورة، بالإضافة للرئيس الجهوي لمجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة ناحية عنابة والرئيس الوطني لنقابة الصيادلة الخواص. نحييكم تحية من القلب خالصة ملؤها الاحترام والحب. يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء المكتب، مكتب النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص لولاية غالما، أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لتلبيتكم دعوتنا ودعوتنا وحضوركم ليومنا الدراسي هذا، والذي يدور فحواه حول تسيير وصرف المؤثرات العقلية حسب المرسوم التنفيذي 19379 والمعدل والمتمم بالمرسوم 21196. بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس مكتب ولاية غالما السيد طولقي، أوضح الرئيس الوطني لنقابة الصيادلة الخواص مسعود بالعنبري التطورات التنظيمية التي مر بها ملف المؤثرات العقلية، لا سيما إصدار النصوص التنظيمية ونشر قوائم المؤثرات العقلية والأدوية المماثلة لها، موضوع حساس لكل من المجتمع والمهنيين الصحيين خاصة الصيادلة. Au niveau de notre siège en comité restreint pour pouvoir répondre pratiquement à toutes les questions. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup. On a clôturé cette formation pour mieux préparer les pharmaciens à ce nouveau décret et éviter de graves problèmes pour le pharmacien d'officine. On a eu, alhamdoulilah, une grande affluence de la part des pharmaciens, des représentants, CNAS, CASNOS, la gendarmerie. Il y a eu les représentants de l'ordre régional et nos représentants de Wilaya. Alhamdoulilah, une ambiance très chaleureuse et j'espère qu'on aura été à la hauteur pour l'organisation de la journée aujourd'hui. Ces formations se sont déroulées sur plusieurs semaines dans lesquelles nous avons pu détailler les décrets, le décret 19379, le décret 21196. Et ça se déroulait, ça se terminait toujours par des débats, des questions-réponses, dans lesquelles nous avons pu aborder tous les côtés, toutes les facettes de la réglementation. Et bien sûr, cette journée est venue pour clôturer le tout. Et nous avons pu faire participer nos partenaires sociaux, dont la CNAS, CASNOS, bien sûr gendarmerie aussi, parce qu'ils sont aussi concernés par cette réglementation. تبع ذلك نقاش ثري حيث عبر الصيادلة عن قلقهم والمشكلات اليومية التي يمرون بها والتي تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق في هذا الموضوع بين الإدارة، الأجهزة الأمنية، الأطباء والصيدلة من أجل تحسين ظروف صرف هذه الأدوية دون إلحاق الضرر بالمرضى الحقيقيين. الحل نشكر المكتب الولائي لولاية غالما لنقابة الصيادلة الخواص اللي نظمت هذا اليوم التحسيسي. أكيد هذا داخل في العمل التحسيسي وتوسيعه على أوسع نقاط من أجل المباشرة الفعلية والتنظيمية لتطبيق هذا المرسوم المتعلق بالأدوية ذات التأثير الليبسيكوتروب. على كل حال هذه انطلاقة جيدة وإن شاء الله راح تكون هناك أيام أخرى بالتنسيق مع صناديق الضمان الاجتماعي وكذلك مع الفاعلين الممارسين المهنيين الأطباء لأجل تكون هناك أمور تنظيمية وإيجابية لصالح المريض بالدرجة الأولى واللي يلعب في هذا الإطار الصيدلي دور أساسي ومحوري بشكل عام لأجل تقديم أفضل الخدمات للمريض وللمؤمن له اجتماعيا. Bon, je tiens à remercier le SNAPO pour cette journée
qui est très, très bénéfique pour l'ensemble, soit pour les pharmaciens d'officine, soit pour tous les prescripteurs, à l'occasion de l'application du décret qui est relatif à la prescription et la délivrance des psychotropes. Donc ça a été vraiment bénéfique pour tout le monde. C'est-à-dire on a cadré toute la réglementation qui gère les psychotropes. Les pharmaciens ont posé toutes sortes de questions qui peuvent entraver la gestion des psychotropes. Et je pense que des journées pareilles peuvent être aussi bénéfiques pour les prescripteurs, parce que cette journée, elle était essentiellement pour les pharmaciens qui délivrent le médicament, mais elle sera aussi bénéfique pour celui qui prescrit ce médicament. Et je les remercie beaucoup et merci. أما الجزء الثاني من البرنامج فقد تم تقديمه من طرف السيد حوحو عز الدين الرئيس الجهوي لمجلس أخلاقيات المهنة ناحية عنابة، وتضمن احترام قواعد أخلاقية مهنة الصيدلة وتوزيع الأدوية، حيث تمت ملاحظة العديد من التجاوزات كالمنافسة الغير مشروعة، الاتفاق مع الأطباء، واستعمال طرق غير قانونية لجلب الزبائن والبيع المشروط. نشكر سنابو تاع ولاية قالما على الانفيتاسيون وعلى لا جورني اللي عدات ما شاء الله مع حضور الرئيس الوطني لنقابة الصيادلة. نتمنى اللقاءات هذه تتعاود كل خطرة لتحسيس الصيادلة على كل شيء يكون جديد في المهنة، وشكرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر المكتب الولائي للنقابة الصيادلة الخواص لولاية قالما على هذا اليوم الدراسي اللي والحمد لله يعني كان متوج بحضور كبير للإخوة الصيادلة لولاية قالما وحتى الصيادلة من ولايات المجاورة. وهذا اليوم الدراسي يمكن الصيادلة من الاطلاع على القوانين الجديدة التي تتطرق إلى مشكل المواد المهلوسة لبرودوي بسيكوتروب، وتتطرق إلى لي دو دكري لي دو ديرني دكري اللي راهم إن شاء الله في ils sont appliqués depuis le mois d'août 2021. والحمد لله تمكننا من الاطلاع على الكثير والكثير من المعلومات اللي راها تكون يعني سبب في حماية الصيدلي من كل يعني الإجراءات الجزائية أو التعامل مع هذه الأدوية. وإن شاء الله نتمنى أن هذا النوع من الاجتماعات يكون في كل الولايات، كل ولايات الوطن، حتى يطلع الصيدلي على مستجدات القانونية وعلى الكثير من المعلومات التي تمكنه في ممارسة مهنته على يعني حسب القوانين وحسب سنون الريغلومنتاسيون و الكود دو ديونتولوجي. والسلام عليكم ورحمة الله. بيرو ناسيونال بيان سور لي بيرو دي ولايا ليميتروف. دونك دون لونسامبل سا سو باس بيان، سا سي با ça s'est bien passé jusque là et donc on aimerait que ça se répercute sur les autres wilayas pour clarifier beaucoup plus les décrets et le partenariat en ce qui concerne les psychotropes. Bien sûr il y a eu des diverses interventions de l'ordre, de la direction de la santé, donc c'était enrichissant. J'espère qu'il va y avoir une continuité. Merci toujours à Snapo Media et bonne continuation. نشكر الحضور على هذا في هذا اليوم الدراسي، وحيث أثبت الصيدلي وبصفة خاصة اهتمامه الكبير بكيفية صرف وتسيير المؤثرات العقلية، وهذا بالحضور الذي شرفنا. ونخص بالذكر أن الصيادلة يجب على الصيادلة أن يضعوا اليد باليد مع السلطات من درك وأمن حتى نقضي على هذه الظواهر الاستعمالات الغير شرعية للمواد الصيدلانية، ونسمح للمريض باقتناء أدويته بصفة رسمية حسب وتطبيق القوانين والإجراءات المعمول بها بدون أي إشكال.
ونشد أيدينا على يد كل الشركاء الاجتماعيين والسلطات الأمنية لتحقيق هذا المبتغى. دونك جو دوا نخزر هنا مع هذا. فوالا السلام عليكم. فارماسيان طولقي بريزيدون دو بيرو لوكال دو لا ولايه دقلما. اون فيان جوست دو تيرميني لا ميني جورني دو ترافاي كي كونسيرني لي بسيكوتروب اي بوكو بلوس لو كادر جوريديك كونسيرنون لي ديكري 379 12 ما تكوبيا le décret 319 complété, modifié, complété par le décret 2196. On a eu le grand plaisir d'être assisté par M. Belambré et beaucoup d'autres invités, des représentants de l'ordre de la Wilaya de Annaba, de la région de Annaba. Et nous étions très heureux de. Comment dirais-je? Papa, tu prends quelques piques maintenant.